تفجير أجهزة البيجر وأجهزة أخرى في لبنان أثار الرعب على مستوى العالم وأضر بسمعة التكنولوجيا التي أصبحت اليوم تستخدم في كل شيء. فهذا هو أول هجوم سيبراني قاتل وليس للسرقة أو القرصنة. منذ اللحظة الأولى للتفجير بدأ خبراء قطاع التكنولوجيا حول العالم التفكير في حلول تسد الثغرات التي يمكن من خلالها أن تقوم أي جهة باستغلالها لتنفيذ أهداف كالاغتيالات وغيرها. الخبراء أكدوا أن ما حدث مؤخراً في لبنان يمثل تحولاً خطيراً في كيفية استخدام التقنيات الحديثة لإحداث أضرار جسيمة عن بعد، خصوصاً مع تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي ودخولها ضمن أسلحة الحرب. والتقنيات المعروفة في مواجهة القرصنة باتت اليوم لا تجدي نفعاً. لكن ما الحلول؟ بحسب الخبراء لا بديل عن تحديث أنظمة الأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي بشكل مستمر، لأن شكل التهديدات يتطور باستمرار لتفادي أي حماية. الهجوم هذا أيضاً سلط الضوء على الحاجة إلى قواعد دولية واضحة وصارمة وحاسمة لاستخدام التكنولوجيا في النزاعات لتجنيب البشرية حوادث لا تحمد عقباها.